انا والله شوف حبيت نقول تو انا على كل حال من قبيله قاعد نستمع في البرنامج ونتبع باهتمام، فاللي لفت انتباهي كونه معناتها اليوم يصعب على المواطن باش معناتها باش يتقابل مع النائب نتاعو، فهمتني؟ هذا من جهه اخرى ضيفتكم يعني السيده نظن امينه غراد اي كانت تقول باش تنظم اللقاء مع المواطنين ما تتلف تقريبا في حدود 5000 دينار حاجه كيما هكا. ما تتعداش 5000 دينار، انا اللي اعطيت الرقم هذا وهي قالت انه ما يتكلفش للدرجه هذه. اذا كان الاراده موجوده راه السيد النائب ينجم يلتقي بالمواطنين نتاع الجهه نتاعو يعني في اي مكان في الجهه نتاعو مثلا في المقهى مثلا في قهوه يلتقي معهم في السوق في المرشي ينجم يلتقي معهم. ما نعرفش انا عند العطار في الشارع في الحمام في اي مكان السيد النائب ينجم يلتقي بالمواطنين من تاع الجهه نتاعو ينجم يحكي معهم يسمعهم يشوف شنو هي مشاغلهم يحاول باش يدون لك الملاحظات نتاعهم والتشكيات فهمتني او يوصل لهم صوتهم يعني العمليه سهله نظن ما تتكلفش ربما حتى النائب يبقى ينتظر في جمعيه اسمها بوسنه حتى تنظم له لقاء مع الساده فهمتني المواطنين مع الجهه نتاعو فهمتني باش ما تجيش يظل هكا بالطريقه ثم ينجم حتى الساده النواب زاد ينجموا يخليوا ارقام تليفوناتهم في مقر المعتمديه في مقر الولايه في مقر حتى مجلس النواب علاش لا بحيث تولي تسهيل عمليه التواصل بين المواطن والنائب نتاعو وهكذا باش نوليو احنا تولي مثلا نوليو شعب متحضر وتولي بلادنا دوله متقدمه ويولي النائب يعني فعلا قاعد يقوم بواجبه معناتها فهمتني خويا والله بقيت بايت انا شنو تو انا نائب مترشح على الجهه نبقى ننتظر في جمعية حتى تنظم لي لقاء مع المتساكنين نتاع الجهة ما يجيش فهمتني النظام الداخلي ربما هو بنفسه يولي علاش لا ما يتنقحش فهمتني يولي ربما يا سيدي إذا كان النائب يتعذر عليه باش يبلغ صوت المواطن يولي يصير المواطن بنفسه يسمح له القانون علاش لا هو يدخل المجلس فهمتني ويبلغ صوته بنفسه إذا كان عنده مشكلة مع إدارة عنده كذا عنده شكون ظلمه تعرض لمظلمة معينة تعرض لكذا علاش لا في المستقبل ما يوليش المواطن يسمح له القانون باش يدخل للمجلس ويبلغ صوته فهمتني.